الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اليوم اللي عندك عزيز، شوف على السجين هو ميت كذا، كل شيء غرفة تذكرك به، ملابس تذكرك به، كل شيء يذكر من محيطه وما حواله به. فلذلك تخيل يوم بلال بعد مدة 75 يوم ما أذن ولا ركب مأذنة، الآن جاي يصعد على المأذنة ويؤذن، شلون حال فاطمة؟ يقول عندها ركب بلال صعد على المأذنة. ها تتصور هذا الحال، وفاطمة واقفة بصحن الدار، مو بعيدة ها المسجد لبيت فاطمة، ماكو فرق يعني أمتار. فرفع صوته بالأذان، تخيل يوم سمع التكبير، ها يوم أذن وجاب تكبيره، ماذا فعلت فاطمة؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يقولوا عندها تحادرت دموعها على وجنتي وهي تقول وأبتا ومحمدا. لكن تعرف الأصعب وين؟ الأصعب عندما وصل إلى اسم رسول الله، هنا المصيبة العظيمة. أشهد أن محمد رسول الله، وإذا بفاطمة تسقط على الأرض موشا عليها. وإذا بالناس يقولون يا بلال أمسك، فقد ماتت ابنة رسول الله، قد فارقت الحياة، رشوا عليها الماء أفاقت. قالت له يا بلال أكمل الأذان، قال لا لا يا بنت رسول الله، أخاف عليك أن تكوني من الهالكين، خاف تموتين يا فاطمة. لذلك هذا حال مولاتكم مثل هكذا ليلة، تخيلها على فراش المنية، ها أولادها حواليها، الحسن على صدرها، الحسين عند رجليها، أمير المؤمنين جالس عند راسها. يقول رمها، رمى العمامة من على رأسه ورداء من على منكبه، وخلى راس فاطمة على وين؟ على صدره. وإذا بها يا تخاطب أباها رسول الله، أبا يا رسول الله قد فقدنا ياك فقد الأرض وابلها، فاختل قومك فاشهدهم فقد نكبوه. أبا أبا يا رسول الله صبت علي مصايب لو أنها صبت على الأيام، صرنا ليالي. يقول لها يا بنت رسول الله شبيك الليلة، أشوف حالك متغير. تقول يا أبا الحسن أتوقع بهالليلة إني لاحقة بأبي، أنا من مناد وفاطمة، أنا من مناد وسيدته، ويلي تحادرت دموعه على وجنتيها، بمن العزاء بعدك يا رسول الله وبعد فاطمة،
ويلي خلى راسها بحجرة ودنق وانحنى عليها وفاضت بالدمع عينه وصاح المرتضى بيها يا منصورة بصير الباب هالونات خلينا ولا تبجين وتونين يا زهرة فجعتيني يا معلولة يا منحولة يا مضروبة علمتونج يا مهضومة يا مهضومة يا مهضومة يا مظلومة يا ملطومة على عيونك يا مرفوسة على ضلوعك اشوفك من خطوف لونك وما تحكي يا زهرة وياي جنك ما تعرفيني